ما معنى النون في القرآن الكريم؟ الحوت. في عهد مين من الأنبياء عاش النمرود؟ لا معرفش. فكري فكري. معرفش، مش فاكرة مش فاكرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام. عليه السلام. ما هو أول طعام لأهل الجنة؟ أول طعام؟ أيوة. التمر. لا مش التمر، أنت بتقولها وأنت واثق في كلمتك. كبد الحوت. ما معنى كلمة المدثر؟ المتغطي، المتغطي بالثياب. المتغطي كويس، المتلحف قوي بالثياب. بالثياب، أيوة كده. برافو عليك. في عهد من كان عامل مجاعة؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. برافو عليك. رضي الله عنه. من هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ معرفش. فكري. مش عارفة، أسئلتك صعبة قوي على فكرة. فكري. لا معرفش. أنا المؤذنون.